فبدا التسجيل. اصورك انا؟ اي صورني. السلام عليكم شباب، يعطيكم العافيه وحياكم الله في حلقه جديده. طبعا شباب اليوم عندنا مباراه وديه. مصطفى وش اسم الفريق؟ فالكن. لا فريقنا فالكن. الفريق الثاني وش اسم الفريق عندنا؟ بينا مصطفى. هذا كابتن الفريق طبعا مصطفى، ما يعرف الفريق اللي نحبه. والله ما نعرف فريق من بس شكله من القريح. لا ان شاء الله نعرف فريق بعد شوي، تعرفوا فريق ان شاء الله. اني اسجل هاتريك. انا طبعا توني ابدي لعب، صار لي تقريبا سنه، ان شاء الله اني يعني ما انصاب واستمر في الحلقات. شباب توفيق جميعا. جاهز منير؟ جاهزين اكيد. فوز باذن الله ان شاء الله. هذا المنير الثاني. صحيح. جاهز منير؟ جاهزين. سطيف بنزل اساسي انا ولا احتياط؟ لا اساسي اليوم. زين اشوا مو قلت هاتريك. هذا مسلم. جاهز مسلم للمباراه؟ متعدين خلاص. كفو. مناف، مناف زمان ما اشوفك، اخبارك؟ الحمد لله. طيبين؟ طيب الله يسلمك، حياك الله. انت اللي ما تجوش. وش اسوي؟ خمس سنين. خالد جاهز للمباراه ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله يعين. كيف الحال شباب؟ يعطيكم العافيه. حياكم الله. وش اسم فريقكم؟ جافانتوس. جافانتوس من وين؟ توبي. توبي من فيك. توفيق ان شاء الله جميعا ان شاء الله. لاعبنا محترف. جاهز؟ جاهزين. نبغى اسيست من عندك ان شاء الله. هذا حارسنا حسين. جاهز حسين؟ ان شاء الله. هذا الجمهور. انطر لكم شباب. انا ما اضرب حدود. تدري بالعناية بجيب لك كله برا. لا ما اضرب راس دبل كيك، ما امشي الا مانقاص. كله برا راس ثاني بالدين. امشي الحكم لا يقول لي صخه. بغيت اروح فيها، بغيت اروح فيها. انا سخنت. زحلقها سطيف. لا. زين زين في لاعب. جاب العيد، جاب العيد. ذكر السان على الطاير. ها؟ وسام وسام وسام. خلك في النص، في النص وسام. إيه. تعال يا. نصي يا أحمد علي ها. خليك غطي وسام. هوب. واو. إلو. قول مدروس ده. قول مدروس ده. هاي هاي. صح. لا لا ازقع. واحد جاي، واحد ورا. صح 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 حكم. حلو. دخلت دخلت. سحلقها عليه. حلو حلو. يا الله. اوكي اوكي
يا سعرتها يا صيف ليش فوقها؟ تقدر حتى تمشي صيف؟ يا يوسف ايش فيها؟ لعبوا انتم هاي هاي مصطفى ماله ماله حارس اوكي 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 واحد يحط بعد تعال صح صح العب يا كسانو دور انت الملعب انا افخ انا ايش ده بلي جلد الو ميثم اثنين اثنين شباب لا تخلوا شوت لا لا بضرب يلا صح حارس حلو حارس هي 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 اذا طريق الجول سهل سهلوه بدر على طول باص على طول يا انت بترد تعطيني او باخذ على الحارس سالم كابتن سهله سهله اللعبه بس سهله لا عرض اطلع 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 بدر العب له بدر قولك بدر هلو بطل لا 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 كذا كثير عوارض ما شاء الله حلو حلو كابتن خال 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 لا توقف وجهه روح يا اللاعب هذا قوي ذا ماشي شت هبوز ديان بطروح بقواه ما جت رجوسة ضعيفة ما ادري كيف باقي مباراتين ثلاث ايه جايك على ال صح لازم تيت مو تيت على البرامج جيب بارد باخ بارد بس اول لمسه جبتها جول بعده 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 الحساسيه بس جبت واحده ايه اهم شيء طلعت واحده لا نشوه اول لمسه ما تضيع هي وزن صار ما مختلف توازن الفوكس كله فوق بس لعبتين صراحه انت تقشرها لي وانت بعد ما قشرت اي ما اعطيتك اياها تقشير في اثنيتهم اثنيكم بلعب الحارس راح في اندحاي وش احترقت؟ كيف هو واصلين؟ صار لخمسة دقايق الدحان جمعها كذا طاقة هذوك كم عرض سقعوا الفريق؟ واجد طقا طقا كله شوتو ذيك المباراة وحطوا يعني كلها عوارض اصلا انا استغربت يعني شفت الفريق يعني ما اشوفهم الا شوتو مرة واحدة اي شوت شوت ما توقعت هذا بهذه الطريقة يعني ما حسبت حساب ذا الشيء بداية هالسنتر اربع بغاو يصفقوا وجيب بداية لا ان شاء الله بحاول امسك الكورة خلاص ما اسوي اي شيء بوكس اي حاجة بس طبعا امسك الكورة اسف لا تعطيهم مجال لا تعطيهم مجال شوتو حتى من السنتر اثنين يوقف في النص على الاقل اللي غطى عليه هذا كاميرا يوسف إيه؟ خلاص لازم ما ادق راس الحارس اعطاه كم واحده يبغى يدق راس بالريوه
حلوة دي حلوة دي يلا 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 بس يعني انت فاول تعرف بني هذا فاكهة لونها احمر توت وبعد جح احمر صح وبعد في بعد فراولة قال فراولة قول اسمك قاسم قاسم ايش تكلم عن المباراة علق عن المباراة قاسم ابوك بشوت فاول يلا ابوك بشوت ها يلا بنشوف اجيبه بابا تعال يلا يلا هذا هذه المرتده اذا ما طلعوها انا كرات اقول لك وش اسمه وش اسمه ماريو تلعب ماريو باشو بتورها اي من هو اقوى لاعب هني من هو اقوى لاعب هني ابوي كفو كفو قلت له انت من الاقديح قال لا انا من برشلونه حصين شوت يعتذر وشوت من هني من هني سانتا يعني اذا ما تضغط اول باول بيعطيك اياها من البدايه تخصص تشويت دول سوي صفقه لا 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 تدخل ملعب ميطا هذا خفيف هذا يروح المدرسة يعلمهم كورة هذا ايه مدرس ريا مدرس بدنية هذا مدرس بدنية هذا انت بعد علمهم كورة سلة طائرة جمباز شقلب لا لا مو شقلب هنا مو شقلب هنا جيب شنطة بدر لا انت كنا نجي هدف صار حماس فازح تفاصح صار زي الفاصلة حلو تعادل الحين 4 4 لا ترى قام علينا شقلبتك قدمه لا تدخل الملعب كل من الناس يدور الاهداف اي ما تعال قعد دورت راسي هذا واحد احنا من يوم جننونا والله العظيم جنون لو في العارضه بعد جت في عنده على العارضه ذا الفريق شباب خلاص اهدى يلا يلا يا وش اسمك قاسم حكم حكم انت قوي طيروا الحكم الحكم زعل شباب وبصير قاسم حكم والاتحاد قول لهم لعبوا يلا لعبوا بس كانوا لعبوا قاسم ها ابو علي صفر قاسم ما اكل شيء قبل لا 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 ادري انا على المستوى لا لا بالعكس يعني لعب ترى خلاص بعد عطاك عطاك الصافة وش صاير؟ اوه يبغى الصافرة توقفت المباراة الحكم ذاك اوه زعل زعل الحكم عطوا صافرة في صافرة يا في مني بدلوا الحكم شباب يلا بنزل انا ما تعورت يعني خلاص لا تعورني صراحة يعني في البيت اخذت علاج طبيعي وهذا الشيء اخذت علاج طبيعي بس الحالة ذي وش الاصابة صار؟ هي خلقتها كذي الركبة مو إصابة بس جتها ضربة وزادت وركبة نفسها مو مستقيمة هذه هي يمين اليسار ثانهم ما في عملية فيها عملية في لازم عملية حسب كلام الأخصائي العش طبيعي يقول هذه يمكن في 60 إذا وصلت 60 بتعاني فيها يعني إذا ما تنتبه لروحك يعني كذي احلام قوي بلايكا يسموها ما حتى اسمها اول مره اسمع عنها بلايكا يقول على داخل على برا وانا الحراف هي الركبه كذي المفروض تتحرك هي مايله كذي ها اذا مالت حتى الصابون تصير مو في مكانها فتحتك بالعظم اللي هو عظمه الساق وعظمه الفخذ مفصل الركبه هو الاثر يعني اربطه ما فيها شيء سليمه بسم الله والديك ما قصرت حياك حبيبي مصطفى فيها كم باقي على الوقت ها آه كابتن يعطيك العافيه حبيبي كم باقي على الوقت الحين ما ادري يمكن انتهى اصلا لا باقي بس لا عجولين مصطفى بدي تعبان ما في تمرين مني مني ابغى العب تمرين انا زين برضه يعطيك العافيه حبيبي وش الصايع زين بدر ما قصرت لعبتهم زي كابتن كيف شباب انتهت المباراة تعادل
خمسة خمسة زين الحمد لله. بالله انزل مني لبكره ما نزل مناخ هج لا قعدت ترى بدل فانيلته لا لا شوف انت احسن حاجه حطها في البدايه اساسا منهم هو مناف كله اساسي طيب ما يطلع. ما ينبى يعني ربع ساعه 20 دقيقه ويطلع وقت تحسه يوقف صحيح اي ما شوف جاب الجول قال يلا بدني على طول قال بدني صالونه عقل ما يتخدر شكله يتعب بسرعه ولا الصالونه لو كملت ترى ماسك هني ماسك دي الجهه مقفل عليهم نقول دون شاتهم من النص دشيت يلا زين تعادل انتهت هي تعادل لا فرق واحد اليوم كنا لا تعال تعادل 5 5 ايش فيك مصطفى اليوم انت تعبان انت احنا نهايه الشوط الاول قدمنا فرق واحد فرق واحد طلعنا فرق واحد اي بعدين سجلوا الشوط الثاني سجلوا اثنين سجلوا بس اثنين اي من عقبها منير سجل هنا والله فكرت ترى خسرانين قاعد اضغط ان خسرانين لا وهي بعد ان خسران مش تعادل يسمي وجهه اذا ما لا مستوى افضل منهم هم مش غير شاتوا مستوى افضل منهم يلا كيف زين ما يبدي الاحساس ينبلينا شوي ينبلي الاحساس طبعا هزمنا يقولوا تعادل فوق كم جابوا الشوط الثاني اثنين ولا ثلاثه تعبان ثلاث تعرف اسم الفريق يقول يقول ثلاثه جابوا ثلاثه جابوا لا لا تعادل 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 بس ولا هم بعدين بالتصوير انا احسبها في توفيق اوكي شباب كذا يكون وصلنا الى نهايه الحلقه يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير ان شاء الله اتمنى انكم استمتعتوا اليوم ان شاء الله راح نقدم حلقات ثانيه تقريبا هذه اكثر مباراه يعني شفت فيها عوارض